السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في ناس طلبت مني يوم السيشن يوم الخميس بتاع السكراتش، ان هم عايزين فيديو بيشرح السيشن، الجزء اللي احنا عملناه في السيشن عن السكراتش، البرنامج اللي عملناه على اندرويد، عشان مش كل الناس لحقت تجرب. فانا وعدتهم ان في فيديو هيتعمل ان شاء الله، بس انا اتأخرت فيه. هاجي انا في الويب سايت بتاعي، عملت create a new project. بعد كده اول حاجة هعملها ان انا هضيف الاكسلرومتر. هاجي هنا في السنسورز واجي هنا في الاكسلرومتر، اضيف الاكسلرومتر هنا، وهاجي اضيف برضو ال proximity sensor. بعد كده هاجي هنا في اليوزر انترفيس، اختار البوتن كده اللي معايا بوتن، واجي اختار ال text box كده بقى معايا بوتن ومعايا text box. هاجي هنا في البوتن، انا ممكن اغير اسمه عادي user name، مثلا كليك مثلا، تمام. وهنا في الاتريبيوت بتاعته ممكن اسميه هنا مثلا كليك مي. طيب ده كده احنا في الديزاين. هنخش على بلوكس. بلوكس محتاجين ان احنا لما ندوس على الزرار يظهر لي مثلا، يطلع لي صوت معين. فهرجع تاني في الديزاينر واجي هنا في الميديا، اختار تكست تو سبيتش، احط تكست تو سبيتش. بعد كده ارجع في البلوكس تاني، اختار هنا في الكنترول او في معلش في الكومبوننتس اللي عندي، اختار البوتن اللي اسمه كليك بتاعي، او الوين كليك دوت كليك. الاسم نفسه بتاع البوتن اسمه كليك دوت كليك، دي الفانكشن اللي فيه. لما ادوس عليه ايه اللي هيحصل؟ اخليه اجي هنا في التكست تو سبيتش، اقول له call text to speech dot speak message. المسج ده كده string عندي، محتاج string. فهاجي هنا في التكست اختار string واكتب فيه مثلا hello world. طيب انا عايز اعمل زرار تاني دلوقتي عشان لما اكتب كلمة في التكست بوكس ينطقها لي. هاجي في design تاني، اضيف كمان زرار، اضيف كمان بوتون هنا كده، واكتب فيه مثلا اكتب فيه هنا speak. فلما تدوس على speak هينطلي الكلمة اللي هنا، تمام. هاجي هنا في البلوكس واقول له في البوتون 2 او بوتون 1 ده اللي هو بتاع ال speak، هقول له in button 1 dot click. نفس الكلام هنا، بس مش هنحط text to speech، هخليه يقرأ الكلام اللي جوه text box. فهاجي هنا في ال text to speech، هاجي هنا قصدي في ال text box معلش، هقول له text box dot numbers only، بدل دي هقول دوت تكست. يبقى كده ده التكست اللي معايا جوه. عشان اخليه يتنطق لازم اجيب حاجة من التكست تو سبيتش. هاجي هنا في تكست تو سبيتش نفس الكلام اللي فوق، واحط البلوك ده كده. الزرار الاولاني بتاعنا لما ندوس عليه هينطق كلمة هالو وورلد، الزرار التاني لما ندوس عليه هينطق لي الكلام اللي جوه التكست بوكس. طيب انا عايز دلوقتي لما اهز الموبايل يقول لي مسج جديده، يقول لي تشيكينج مثلا زي ما كنا عملنا في السيشن. هنيجي هنا في البوتن، لا في الاكسلرومتر، واقول له وين اكسلرومتر سنسور 1 دوت تشيكينج، يعني لما يحصل له تشيكينج ايه اللي هيحصل. هجيب تكست تو سبيتش واقول له يقول مسج، واجيب هنا السترينج بتاعي واقول له تشيكينج. طيب عشان استخدم ال proximity sensor هقول له when proximity sensor changed، يعني لو قربت ايدي من الموبايل، الموبايلات اللي فيها proximity sensor اللي هو بيبقى جنب الكاميرا فوق على اليمين، لو اتغير المسافة بتاعته، يعني انا لو حطيت ايدي وشلتها عليه المفروض المسافة تتغير. فهنقول له ايه اللي هيحصل. برضو هنجيب text to speech هنا، واجي اقول له برضو string هنا
واقول له مثلا distance changed على سبيل المثال. طيب دلوقتي انا عايز اعمل تكست بوكس تاني، بحيث ان لما يظهر تشيكينج يكتب لي فيه تشيكينج. هعمل ايه؟ المفروض دلوقتي تكونوا عارفينها. هاجي هنا في الديزاين، هعمل كمان تكست بوكس تحت، ويبقى هو ده اللي هظهر فيه الكلام. يعني ده انا هدخل فيه الكلام هو ينطقهولي، وهنا هظهر فيه الكلام. هاجي بعد كده تاني في البلوكس، نرتب دول كده. هاجي هنا اقول له لما الاكسرومتر اتشينجت برضو اضيف كمان حاجة عليه، اضيفها تحت هنا. يعمل ايه لما يتغير؟ هنخلي التكست بوكس 2، واقول له هنا ست فين تكست بوكس دوت تكست، هنعمله ست تكست 2، ونجيب تكست نكتب فيه shaking now، واجي اعمل نفس الكلام هنا في text box 2. اختار هنا text، واجي عند proximity واجيب text، واقول له distance change it. يبقى كده ايه اللي هيحصل في البرنامج بتاعنا كده؟ لما نجيب اول، هنشرح كل بلوك لوحده. نجيب اول بلوك ده، لما الاكسرومتر تشيكينج، يعني لما تهز الموبايل ايه اللي هيحصل؟ هينطق لك كلمة تشيكينج، وهيظهر لك كلمة تشيكينج في التكست بوكس 2. لما الزرار الاولاني ندوس عليه، الزرار التاني قصدي، معلش، لما ندوس على الزرار التاني في التكست بوكس، هياخد التكست اللي فيه وينطقه. وين كليك دوت كليك، يعني الزرار الاولاني اللي انا بدوس عليه، اول ما ادوس عليه هينطق لي كلمة هلو وورلد. والبلوك الاخير بتاعنا الرابع، بروكسيمت سنسور، لما يتشينج المسافة بتاعته هينطق كلمة distance changed، و text box text التكست بتاع text box 2، لأن هنا في كذا attribute. ممكن أغير التكست بس، ممكن أغير background color، ممكن أخليه enabled، أخليه مثلا فعال أو أقفله، ممكن أغير font size، في كذا function. دلوقتي أنا هختار function التكست بس، يبقى هعمله set للتكست اللي جوه text box 2، هخلي التكست اللي فيه يبقى distance changed، distance changed. وده هيبقى شكل البرنامج بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.